هو بجد محمد صلاح هيغادر ليفربول علشان مش هيشارك في دوري ابطال اوروبا؟ ويا ترى كان ايه رد فعل يورجن كلوب بعد اللي نشره محمد صلاح؟ ليفربول زي ما انتم عارفين رسميا خارج بطوله دوري ابطال اوروبا السنه الجايه، ده اليوروبا ليج هتبقى اقوى من دوري الابطال. صلاح نشر على حسابه وقال: انا محبط تماما، لا يوجد اي عذر على الاطلاق لنا، انا اسف خذلناكم وخذلنا انفسنا. اتفهم من الكلام ده ابو الكباتن ان محمد صلاح عاوز يرحل على ليفربول. يورجن كلوب بقى طلع في تصريحات لبي بي سي الانجليزيه وقال: اللي عاوز يمشي انا بنفسي هوصله الفريق التاني، ولكن محمد صلاح يحب ليفربول وباقي في ليفربول. صلاح شريك في كل النجاحات اللي مر بيها النادي السنين اللي فاتت، ونفى تماما رحيل نجم ليفربول محمد صلاح. واللي عجبني جدا ان هو قال: انا مسؤول تماما على كل الفوضى اللي حصلت الموسم اللي فات. فهل تتوقع ابو الكباتن ليفربول يعود للمنافسه من جديد في الموسم القادم؟ ريال مدريد يا ابو الكباتن ما كفاهوش اللي عمله في ليفربول السنه دي، لا ده كمان حاطط 40 مليون جنيه استرليني علشان يضم نجم الفريق. ريال مدريد بعد الفشل في ضم هدفه الرئيسي وهقوله لك بعد كده، قام بوضع المدافع اندرو ضمن احد اهم صفقاته الصيفيه القادمه، وده علشان يدعم مركز الظهير الايسر. ريال مدريد مستعد ان هو يتخلى عن الفرنسي مندي بسبب كثره اصاباته وتراجع مستواه. اكدت صحيفه ديلي ميل ان مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي يؤمن ان روبرتسون هو اللاعب الانسب لريال مدريد علشان يحل ازمه الظهير الايسر في الفريق. يا جدعان ده كان بيلعب كامافينجا في المكان ده. خطوه التعاقد مع روبرتسون دي جت بعد فشل صفقه الفونسو ديفيز من بايرن ميونخ. روبرتسون عنده 29 سنه، هل برايك يا ابو الكباتن هيفيد ريال مدريد ولا لا؟ هي كده ارزاق ما تقدرش بعد موسم كامل من دورتموند عشم ويجي البايرن وياخد الدوري، دهشه وحسره وبكاء بيمر بيهم نادي دورتموند وجماهيره ولاعبيه وادارته، لان البايرن توج بالدوري بفارق الاهداف 71 نقطه هنا و71 نقطه هنا، اللهم صل على النبي. يعني البافاري بيتوج بالدوري ال11 على التوالي، انت متخيل 11 سنه بياخد دوري، وربنا دي لو دوره رمضانيه كان جالة سنه، وبيلقب بالدوري ال33 في تاريخه. يعني احنا كان نفسنا يكون في تغيير بس. ورسميا بايرن ميونخ بيعلن اقاله اوليفر كان وحسن صالح حميديتش. فهل يا ابو الكباتن استحق البايرن الدوري ام كان من المنصف تتويج دورتموند؟ برشلونه بيعرض اربع لاعبين على بايرن ميونخ علشان يقدر يضم كيميتش. قالت صحيفه اي اس الاسبانيه ان برشلونه يرغب في ضم لاعب خط الوسط كيميتش لاعب بايرن ميونخ، وان الالماني هدف برشلونه في الانتقالات اللي جايه، وده لخلافة سيرجيو بوسكيتس. بس في مشكله دلوقتي، وان سعره عالي شويتين على برشلونه، وعلى فكره ريال مدريد مهتم باللاعب. بايرن ميونخ هيطلب في كيميتش بما يقارب 80 مليون يورو. طبعا بيحاول برشلونه ان هو يقلل في المبلغ علشان الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها النادي مع وضع بعض اللاعبين علشان يكون في صفقه تبادليه، وهم سيرجيو ديست ونيكو جونزاليس وفيران توريس وانسو فاتي. كيميتش عنده 28 سنه، واهم ميزه فيه تعدد استخداماته في الملعب، خط وسط ماشي، تحطه دفاع برده ماشي، وده طبعا هيدي تشافي حلول كتير. فهل يا ابو الكباتن انت كبرشلونه تتمنى كيميتش يكون في فريقك ولا لا؟ ست لاعبين من الممكن ان هم يرحلوا عن يوفنتوس بسبب عدم مشاركه النادي في دوري ابطال اوروبا. زي ما كلكم عارفين ان يوفنتوس اتعاقب واتخصم منه 10 نقاط، وعلشان كده مش هيشارك في دوري ابطال اوروبا. وحسب موقع جول فان اول الراحلين عن الفريق هو بول بوجبا الفرنسي لاعب خط الوسط اللي بيتصاب اكتر ما بيلعب اصلا، واللاعب الثاني هو الحارس تشيزني، يعتبر البولندي احد اعلى اللاعبين اجرا في النادي. واللاعب الثالث هو ادريان رابيو الفرنسي اللي بيقدم مستويات عاليه جدا سواء مع يوفنتوس او مع المنتخب الفرنسي. اما اللاعب الرابع فهو فيدريكو كييزا، اللاعب اللي ابهر العالم في يورو 2020 واللي لسه راجع من الاصابه ولكنه اكيد هيعود لمستواه. واللاعب الخامس هو انخيل دي ماريا، اللاعب الارجنتيني وبطل كاس العالم واللي كان اسلوب لعبه مش متوافق مع افكار اليجري. واللاعب الاخير هو دوشان فلاهوفيتش، اللاعب الصربي واللي كل كبار انديه اوروبا عينهم عليه. فهل تتوقع ابو الكباتن ان اليوفنتوس ممكن يقوم من الكبوه دي؟ ليونيل ميسي وزين الدين زيدان ورونالدينيو وكاكا ومسعود اوزيل، اللاعبين دول من افضل صناع اللعب اللي جم في اللعبه. مطلوب منك يا ابو الكباتن تبقى مدرب جامد وتبدا بثلاثه اساسي وتحط واحد دكه وتبيع واحد.